بونسوار، عجيكم بيزار لي غادي نهضر هنا يا ستوري، لكن بصتي دابا ستوري لكن ما كتبانش، جو سي با ما عرفت علاش. مهم نقولها هنا يا هضره باش الناس يفهموني، حكاش زادوا عندي بزاف الناس وما كيعرفونيش وما كيعرفوش حتى علاش كنهضر هكا، عربية ديالي ماشي مزيانه بزاف. المهم اللي بغيت نقول بزاف الناس كيسولوني علاش ما كتلبسيش ما لبسش زعما البيض، حكاش راجلك مات الله يرحمه ويوسع عليه، ولا كيقولوا علاش ما كتلبسيش حق الله. نقول لكم واحد الحاجه، انا نص مغربيه نص اردنيه، بابا من الاردن وحنا عندنا في الاردن ما كنلبسوش البيض، كنلبسو الكحل، يعني في العالم كامل كيلبسو الكحل، وبالنسبه ليا غادي تجيني سهله نلبس الكحل، حكاش هنا ما غاديش يفهموني الناس الا كنت لابسه البيض. انا ساكنه في سويسرا والناس هنايا غادي يبقاو يقولوا لابسه البيض وراجلها مات، ما فهمتش ما غاديش يفهموني شان. فوق من هادشي سميتو الحزن عندنا في الكلب وعندنا في العقل ديالنا، عندنا في الحياة ديالنا، ماشي في الباس ديالنا ولا في شعرنا ولا في المكياج. اصلا ما غاديش ندير المكياج وما درتش المكياج، وماشي زعما احتراما الراجل الله يرحمه ويوسع عليه، بالعكس ما كنت في حالتي ماشي حكاش انا ما عنديش الوقت باش نتهلا في راسي، لا ما عنديش القانه ما كايناش. بزاف فيكم كيقولوا لي ياسمين كي بكيتي كي وليتي، الحمد لله ماني من غير هاد الكلمه ماني ما نقول، دازو شي حاجات هاد اخر سيمانات، تراو شي حاجات لي صعابين بزاف، ربي لي عالم ما نبغيش نقول شنو طرا، حكاش تراو شي حاجات لي ماشي نورمال، شي حاجات هيا غاف بزاف 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 بزاف، لكن ربي يحفظ والحمد لله. بالدعوات دعواتي ودعوات والدي والناس اللي كرابي ليا طلبنا ربي على حاجة واحدة والحمد لله ربي كبير. هذيك الحاجة اللي طرات هاد آخر سيمانات تصوروها كانت قفص من الموت ديال راجلي الله يرحمه ويوسع عليه، قلت لي طرات شي حاجة خايبة هاد آخر سيمانات نسيت كلشي اللي وقع، مات لي بيبي العام اللي فات الله يرحمه، مات راجلي الله يرحمه، وكملوا من عقلكم الحمد لله. اللي دابا هذيك الحاجه اللي طرات هاد اخر سيمانات تصوروها كانت قفص من الموت ديال راجلي الله يرحمه ويوسع عليه، قلت لي طرات شي حاجه خايبه هاد اخر سيمانات ولا كلشي مزيان الحمد لله، ولا كلشي مزيان الحمد لله. انا كنقول الحمد لله بعدا هادشي كلشي من الله، الله كيمتحني وكيشوف القوة ديالي، هو اللي كيعطيني اصلا قوة، هو ربي، ما كانش حد في الدنيا ما غير ولدي بيان سور وربي القوة اللي باش نكون قوية ونواجه الحياة كما كانت. حوايج راجلي هدايا ساعتو صباطو ديودورون ديالو شتة سنان محطوطة كلشي كاين، لكن هو ما كاينش، كتجي 5:30 د العشية ما كيدخلش، ما كاينش شكون اللي يدخل علينا، راجل كان كيدخل مع 5:30 د العشية وكيهز ولدو وكيلعب معاه وواحد الحاجة زوينين بزاف وصافي ما كاينش. وباش تجي البارح طيبت العشاء لخويا حكاش الحمد لله ولا اب تزاد عندهم بيبي والحمد لله، ولد خاله لا عمتو وجعلنا وطيبت وفرحت بيهم، كتبت لي وحده
مهجوم عليك نسيتي نور الدين، شنو هاد الهضره؟ حكاش طيبت الماكله نسيت راجلي؟ كاين الناس الحمد لله الناس كلالين جدا اللي ما عندهمش كيفاش تقولوا دماغ في راسهم، ما عندهمش دماغهم خاوي. وبغيت نقول لكم بان كلبس الكحل وكلبس الغوز وكلبس التركوا وكلبس اي لون ماشي كان كيعني بان نسيت راجلي ولا ما كان ما حزيناش عليه ولا شي حاجه كاش ربي اللي عالم بيا. كنت لي ما عنديش الكانه حتى شي حاجه، ما عارفه حتى شنو كنلبس. راه واخا نلبس فرده صنداله ونلبس برديله ما نعيكش براسي. خصكم تفهموا بان كندوز واحد مرحله صعيبه في حياتي بزاف. عندي 27 عام كنحس براسي عندي 77 عام كاش داس عليا بزاف، وكنقول الحمد لله على كل حاجه. شحال هادي كانت الطفر ديالي الا تهرس لي هذاك هو البروبليم ديالي ديال داك الشهر ولا ديك السيمانه. قولوا الحمد لله على اي حاجه طرات لكم، اي حاجه تقدر تكون اكفت حاجه في الدنيا، قولوا الحمد لله ربي بغاها هكا. كاين شي سبب، يعني كاين شي سبب. بحال دابا البيبي ديالي الله يرحمه نهار اللي تزاد مات شهر 9 نهار 29/8 العام اللي فات يعني 2019. كنت نقول علاش حتى النهار الولاد عاد مات، علاش ما ماتش عنده 4 شهور في كرشي، علاش ما مات هادي ولا علاش مات اصلا. دابا من مات الله يرحمه نور الدين في قصيدة، دابا بحال بديت كنفهم ربي كيبغي كيفاش يقولو كيسد باب وكيحل بيبان وكيعاود يسد باب وكيعاود يحل بيبان، فهمتوني؟ يعني عمركم ولا قولوا ما عندي زهر ولا ما عندي هادي عاتي، راني انا يا ربي تسمح لي كفرت بزاف د الحاجات. كنقول انا ما عندي زهر، انا شنو درت؟ انا ما كندير حتى حاجه خايبه. وكنقول علاش الناس لي خايبين كياخذوا الدروك كيقتلوا انسان ولا كي بزنازه ولا اي حاجه مفكر في حياتهم، وانا كدرى لي بحال هكا. يعني بزاف الحاجات قلتها فهمتوني، وكنت كنصليهم كثر وكنقول علاش هادشي كله. لكن كنرجع عاوتاني لنفسي وكنقول الحمد لله يا ياسمين، الحمد لله على اي حاجه في هذه الدنيا. الوغ بغيت بهذا الميساج ديالي اللي هضرت فيه دابا بزاف نقول لكم الحمد لله على اي حاجه في هذه الدنيا كلها، الحمد لله. واي حاجه اللي ضركم حيدوها في مخكم ولا في حياتكم. بغيت غير نصحح واحد الحاجه غير باش تفهموني بان لا انا ماشي كيأثر فيا كلام الناس لا والو اصلا. مور هادشي كله هادشي كله دزت منو غادي يأثر فيا كلام الناس؟ لا ميمكنش. غير بغيت نجاوب على سؤالكم، حتى الى كنتو كتسولوا نفسكم ياسمين علاش ما لبستش البيض، ولا ياسمين علاش ما دايرش فولاغ، ولا ياسمين علاش ما لبستش هادي ولا ما دايرش هادي وما دايرش هادي، عندكم جواب ديالي عندكم. وبالنسبه ليوتيوب انا حيت كاع لي فيديو اللي عندي في اليوتيوب، ومحال غادي يرجع اليوتيوب. كنظن محال غادي يرجع، غادي شي فيديو واحد ماشي قريبا لكن ان شاء الله في يمكن في رمضان غادي يجي فيديو واحد لي سبيسيال بزاف. ماشي غادي نجلس قدام كاميرا ونصور ونهضر لكم ولا هكا، لا. هذا الفيديو سبيسيال بزاف، هذاك هو الوكيل الفيديو الوحيد اللي غادي يكون. وغير بغيت نقول لكم بان كاع لي كونت اللي كتلقاو في اليوتيوب راه ماشي ديالي، عندي واحد ولا خليكم دابا تعرفوا باش تعرفوا بان هذا هو الوحيد ديالي وحيد كاع الفيديو.